الدوري الدوري هذا جاء في جاء عدد الأسبوع شرط النادي باش تنظيم كأس الأسبوع اللي هي تكون انطلاقا الموسم 2020 الدوريات الدوري الدوريات ديال الأسبوع 2020 دونك انطلاقا من الدرائج توا شرط تنظيم كأس الأسبوع باش تكون ان شاء الله انطلاقا بأحسن ظروف. وكما شفتوا كان كد مشاركة تقريبا حوالي 100 ثلاثيه 100 ثلاثيه من 27 نادي اللي تخلص في الشمال الغربي. وكانت مشاركه الحمد لله كانت مشاركه مزيانه كما شفتوا تبارك الله مشاركين على جميع المستويات فئه جونيور سينيور دام الحمد لله كانت مزيانه هذه من جهه. دونك كما شفتوا اي رياضه عندها شعبيه ديالها مكنش نتقدو نتقدو شي رياضه معينه اي رياضه على الشعبيه ديالها. الحمد لله حتى لا بيتونك حتى هي برزت راسها من العرائش نقولوا ماشي من العرائش على الصعيد العالمي ماشي على العرائش راه حققت مرتبه عاليه على سبيل المثال 2018 هي الثانيه عالميا في كندا بطوله العالم. كذلك الشبان كان احسن بريسيزيون شاب هشام بو العسل اللي كان حرج على بطولة العالم. الحمد لله كما تشوفوا حتى بالنسبه للعريش على نادي لوكوس بحديدية هو تمكن طبيعه الحال هذيك الشراكه اللي كان دارها مع الاكاديميه التعليم ونيابه التعليم العريش الحمد لله بينت واحد المهارات من الدراري ديال المستوى ديال جونيور دابا تقريبا عندنا واحد بالنسبه للتقييم ديال المشاركه على مستوى الممارسين يعني مستوى الحضور يعني الناحيه التقنيه للمستوى ديال التقني ديال التظاهره هذه تحضروا ابطال مثلا من انديه كبرى طبيعه الحال ديما تدو حنا الشمال الغربي هذه كانت منحصره على الشمال الغربي كاس الشمال يمكن اسبوع اخرى تدخل تشارك معنا هذه كانت فقط صوت الشمال الغربي وكيد طبيعة الحال في أبطال طبيعة الحال كيما شفتو دابا راه حنا دابا حنا حوالي دابا شحال الساعة 8 ونص يلعبو الكارفينال صافي ديك كان توليتيز بزاف المنافسة كانت قوية يعني قوية وكانت يعني الجولات امتدت لساعات طويلة طبيعة الحال سوايع بزاف لأن كانوا هذا كيدل على قوة المنافسة بين المشاركين كانت منافسة أنتي قوية جدا قوية بزاف تصور تيديو بوان بوان واحد بواحد دونك كانت الوقت لاباسيتي ديال ساعة ونص دابا حنا وصلنا ربع النهاية دونك ان شاء الله غنلعبو الاقصائي ديالنا في البحث السلاحة اللي هو كان فضاء جميل ديما تيكون ديما فضاء السلاحة تنجح ودابا ان شاء الله غنلعبوا فضاء كبير يعني والملعب بيدو مواصفات يعني كيساعد على هذاك الملعب الصراحه ماشي بالشهاده ديالي بشهاده الجامعه الملكيه للكره الحديديه في الرئيس السابق محمود عرشان والمنتخب الوطني لاعب صمد المنقري ولا اجواد ولا علي ولا السباعي ما قال لك هذاك الفضاء جميل بزاف ما توقع لا هذوك شنو هذوك ابطال عالميين يعني شاركوا في كندا فرنسا ايطاليا بلجيك مدغشقر يعني عندهم واحد الخبره كبيره على لي تيران لي تيران ديال لابيتون قال لك هذيك البحث السلاحه من اجمل ملاعب الكره الحديديه شنو نقول لك وشنو كما شفتوا بالنسبه لنادي لوكوس هو دابا ولا عنده تبارك الله واحد الفئه ديال الجينيو طالعه كنقولوا لي بيبينير اكتشفناها من المدارس العموميه كاينه شويه معنا من لي سي تكنيك اللي في المغرب الجديد معنا شويه من التجريه شويه من لافاك شي ماسونه شويه من معهد السلام شويه من عيدتي تاع ديال بن شقرون الثانوي بن شقرون تيلو معنا هنايا دونك حنايا دابا الطاقات هادو هاد المواهب ديال الجونيور برزو ثمانيت برزو راسهم على الساحة وخا عندهم مدة قصيرة ولكن عطاو واحد المردودية زمان أنت مزيانة نقدر نقول لك أنا تنشوف بأن هو على مستوى المشاركة ديالهم
بالاضافه الى ذلك يعني كيحققوا يعني المستوى ديالهم كيطور المستوى ديالهم في المواهب تيلعبوا مع ابطال وزما وتيلعبوا مزيانه تيلعبوا ماشي دونك ماشي لا صافي تيلعبوا ابطال ثاني جيني الخوف من البطل نو تيلعبوا عادي تيلعب مزيان وهذا باش نتكلموا على المشاركه ديال علاش كيفاش كانت اليوم يعني في هذا المشاركه ديال ما سوء الحظ ما وصلتوش وصلتوا النهايه دونك ما سوء الحظ وصلتوا النهايه دونك ما هذه الرياضه كاينه دابا كاين الخسر دونك مره اخرى ان شاء الله معرفه المره اللي ما وصلوش نتمنوا على الله اللي يكون كل التظاهرات الجايين ديال كنلاحظوا بان مثلا كانت بعض الممارسين من العريش كيشاركوا في فرق اخرى يعني كيفاش هذه القضيه هذه كتلقاو من العريش وكينضموا مثلا فريق ما ديال سوق الأرباع ولا ديال عرباوة هادوك كانوا هادوك كيكونوا حرين ولا لا عندك بحكم الخدمه ديالهم يمكن جاتهم ميتاسيون مدينة اخرى كذا بنا في العريش على فطام جات ميتاسيون الخدمه قنيطره تمشي تي لما كلش هو يلعب دونك ما جاتهم ميتاسيون سي المدينه اللي هي المدينه اللي هي فيها سي تلعب دونك ما كلش يرجع المدينه الاصليه يرجع لينا ما يمكنش كيف يبقى لعبد وكيتينا يبقى لنا ديما عصبه الشمال عصبه الشمال الغربي نعم هناك فرق ونوادي تشارك لاول مره مثلا نادي السلام كاين نادي مرسي يعني كاين لا مرسي قديم كاين جوج انديه اللي موجودات عمر الفريد لا حي نادي السلام نادي تطوان ثم ونادي ديال سيدي حي الغربي وبالاضافه الى ذلك هذه السنه تميزت يعني المشاركه النسويه اللي كانت متميزة حضور ديال النسوي الشو كيما الشو حضرت تما هذيك الجمعيه ديال الصم البكم نعم من طنجه تميزه زوينه تيلعب لي بول تما دورهم تيلعب لي بول تيشاركوا بطولات تما تتحاولوا اخص يعني اتحاد طنجه اخص اتحاد طنجه هو اللي لاحظنا بان شارك بزاف في الفئات هذيك الحاجات الخاصه اتحاد طنجه الرئيسه ديالو نجد الدولي هي السيدة تتعمل في مجال عمل جمعوي بطبيعة الحال تحاول تخرج من هذوك البنات والوليدات من العزاء ديالهم ماشي صافي تصم البوك ما يلعبش بالعكس حتى هي راه تدي واحد المجهود كبير تخرجوا من هذاك تخرجوا من هذاك الجو اللي صم البوك باش هما تيلعبوا كرة حديدية كإنسان عادي هما كيشاركوا في الألعاب الأولمبية والألعاب الباراليمبيك كيشاركوا الفئات هذو يعني في البطولات حتى المستوى الالعاب الاولمبيه وداك الشيء لا مازال دابا حنا مازال ما عندنا مشكل كاين في الكره الهنديه انا ما نمشي على ما باقي ما مترشح في الالعاب الاولمبيه يمكن المستقبل ان شاء الله تكون كيفاش هذا الوقع التاخير يعني كان تم شي اشاره بان غادي يدمجوا هذه الرياضه في الالعاب الاولمبيه كيفاش وقع التاخير ولا شنو نقول لك زعما ماليش بالضبط شي فكره ليا صحيحه انا ما اظن ولا ما سمعت من الجميع بان كان تاخير ولكن مستقبلا غتدخل الالعاب الاولمبيه غتدخل الالعاب الاولمبيه ان شاء الله واش النادي ديال لوكوس كيفكر حتى هو ياخذ هذه التجربه هذه مع الاطفال اللي عندهم الحاجات الخاصه حتى هما في مارسو الرياضه حنا شنو نقول لك السي عبد القادر حنا عندنا مشكل ديال النادي دابا اللي هو شكون تشوفوا النادي ولاد بديه قدام المنخرط عند بوعلا تبارك الله 70-80 منخرط والنادي فيه بعض التيران صغار باش تلعب دابا حنا تنمشي تنفكروا ان شاء الله حنا نديروا عندنا دابا لعب هذا عندنا جوج ديال لوبجيكتيف واحد هي اهداف واحد جوج الاهداف الهدف الاول هو نديروا مدرسه التكوين بيتونك نشوف فضاء اما البحث السلاحه غادي نقول شنو هو البحث السريع عندنا وجه اتفاقيه ان شاء الله باش نحاولوا ندخلوا حتى العنصر النسوي في هذه اللعبه هذه لان الفضاء جميل فضاء كبير غيعطيك واحد شنو نقول لك غيعطيك واحد القدره باش تلعب بزاف ديال الفئات جونيور فئات العنصر النسوي مع اون باراليل تيران في التيران ديال البعث السريع اللي هو يكون كبير يمكن لك دير تما جوج الجينيور اللي هما الشبان طبيعة الحال والعنصر النسوي حنا هنا عندنا المخطط ان شاء الله هذه من جهه وجهه اخرى تنشوفوا ان شاء الله عندنا مشكل شنو نقول لك ديما كاين امكانيات ولكن مع ذلك حنا نحاولوا ما امكن نتخطاو الحاجه الى بقينا واقفين بهذا ما عندهمش شي حاجه دونك خصك تتحدى
الحواجز تحداهم باش مع الله. وعندنا واحد ان شاء الله تنشوفكم غنديروا واحد شنو نقول لك غنسميوها الدوري ماشي الدوري مهرجان ليكسوس للنظر ليكسوس طبعا بحال المدينه القديمه اللي ليكسوس التاريخيه ان العرائش كما كتعرفوا العرائش والله التمركز الجغرافي والتاريخي عندها مثلا على تاريخ ماشي على تاريخ كبير دونك عطيو هذيك سميت ليكسوس مهرجان ليكسوس الدولي ان شاء الله في 2020 دونك عندنا جوج دونك عندنا مدرسه تكوين الكره الحديديه والمهرجان الدولي اللي يكون ليكسوس اللي هو شنا انترناسيونال هو هذاك الدولي ولا انترناسيونال ونتمنوا على الله يكون نوصلوا الهدف ديالنا طبعا الحال الشيء كامل تيكون مصلحه ديال المدينه طبعا الحال ومصلحه ديال البلاد هذه ديال بدون نعم بلد. واش واجهتكم شي صعوبات التنظيم خاص من الدعم يعني المستوى المادي يعني تظاهره من الحجم كتطلب واحد الامكانيات طبعا الحال انت ما عندك تظاهره عالميه تكون خاص من يعني كنقصد كاس العصبه لا كاس العصبه ماشي مشكل دونك كاينه العصبه مكلفه من واحد الناحيه وحنا مكلفين واحد الناحيه اخرى حيت هنا واحد القريه حنا باقا عاد عندنا الدوري ديالنا اللي غيكون السنوي حسب الكالندري ديال العصبه حنا باقي يلا جينا للدوريين السنوي ماشي الدوريين السنوي هذا كان كاس العصبه دار في تحت الموسم 2020 دار في العريش اما حنا عاد نديرو الدوريين السنوي اللي يكون ان شاء الله في السنه الاولى ديال شهر 9 كما العاده وتنفكر كما قلت لك تنفكر لا التكوين نعم والمهرجان الدولي اللي غيتقام في 2020 ان شاء الله ديال ليكسوس اللي غيكون ديال لابينوت بطبيعة الحال انترناسيونال ونتمنى على الله يكونوا في حسن الظن بطبيعة الحال المدينة لان هذه مدينتنا نعم مستوى الدعم اللي تلقيتوه يعني من سواء من السلطة المحلية ومن جهات يعني داعمة اولا تنشكر السلطة المحلية بصفة عامة لا العماله ولا البشويه البسيط الباشا ولا سيطره الدائره ولا وي الامن ديال العرايش ولا السيد المندوب المركز الثقافي طبيعة الحال ولا بعض الشركات اللي تيدعمونا لنا واخا المهم بعض الشركات اللي ما زعما صافي تقام محسوب ماشي شي على تنشكرهم وتشكر اي واحد اللي تيعاون الدعم اللي كتلقاو من الشبوه الرياضي يعني لا ماناش الدعم حنا نشوف النادي عندنا دعم واحد تيجينا دعم واحد اللي هو تيجينا من جماعه العرائش حنا الجماعه صراحه هي الجماعه تنشكر الجماعه لا تنشكر الجماعه يعني جميع افراد الجماعه ماشي تنقول لك المعارضه ولا الجماعه بصفه عامه نعم تشكر جماعة العريش بصفة عامة مع لا الجماعة يعني منتخبون ولا الناس اللي من غير منتخبون الناس ديال البارك ولا الناس اللي تعاونوا في تمدير المساكن العمال اللي تعاونوا حتى هما في تزين المكان باش حجم التطور هذا دونك تنشكر الجماعة بصفة عامة كلها نعم بالإضافة إلى ذلك يعني تحظى دائما الدورات والتظاهرات اللي كينظمها نادي لوكوس الى دعم وسائل الاعلام والتغذيه الاعلاميه بالاخص بحضور يعني القناه الاولى وقنوات يعني محليه ماشي واش نقول لك السابق قادر شوف هي يقولوا هي الصحافه هي السلطه لما تقول السلطه الرابعه بدون الاعلان ما كاين حتى شي حاجه لا تنشكر للاعلان تنشكر بصفه عامه لا الاعلان المحلي المحلي بطبيعة الحال ولا الإعلام اللي ديال القناة الأولى ولا راديو مارس زعما تيتبعوا معنا كاع الدوريات ديال النادي لوكوس لأن نعطيك على سبيل المثال في البحث السلاحة تشوفوا كاين الناس اللي عندهم لي كارافان تيجيو بيت تما لي كارافان جاتني تما واحد البون دي فرونسي لكن شنا التظاهرات ديالكم شنا في التلفزيون شنو فرنسا
شناهم دونك الباحه اللي شناها حنا في فرنسا دونك دونك انت لما تدير شي حاجه تدير التسويق تدير التسويق التسويق ديال 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 دي المدينه بصفه عامه انت دابا بحال اليوم جات تقريبا 450 مشارك دونك ماشي سهل على المشارك تبارك الله شحال من طوموبيل اش ياكلوا القهاوي دونك كاين واحد كاين واحد الرواج كاين واحد الرواج اقتصادي دونك دونك هاد النادي بلوكوس ماشي تنحصر فقط على 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 على, على, على الرياضه نو كاين هناك اكثر رواج اقتصادي تيجيو في المدينه ميجيك عمي ميجيك 50 مشارك ابار الطاقم ديال العصبه والطاقم ديال الجامعه والناس اللي تتفرجوا دونك ولات عندك واحد 700 ديال الناس دونك كاين واحد الرواج الاقتصادي دونك هنا كاين واحد الدور كبير في رواج المدينه دونك هذه من جهه اخرى الاعلام تتقول نادي اللوكوس تتعرفوا على على المستوى شبه وطني انا وبلا المستوى العالمي نعم اخص يعني الوزن اللي بغينا نعرفوه هو الوزن ديال نادي لوكوس الكره الحديديه يعني سواء على المستوى التنظيمي على المستوى يعني سواء بالنسبه لكم انديه كلها كتسائل مثلا كيفاش هذا النادي يعني انه كيقدر ينظم هذه التظاهرات من هذا الحجم يعني الكبيره وداك الشيء الامكانيات المرصوده الى اخره يعني شنو هي الامكانيات اللي كتعبوها باش كتنجح هذه التظاهرات على مستوى مادي وتنظيمي وداك الشيء يعني تعرف الامكانيات ديال النادي محدوده دابا الانسان تيدخل في التحديات ديال التنظيم تكون عنده واحد الطموح وعنده واحد العزيمه قويه ما تبقاش المصلحه ديالو نو اذا تشوف المصلحه ديالك ما درتش شي حاجه شوف المصلحه العامه تقول تقول خصنا النادي خصنا نوصلوا لواحد المستوى يكون معروف تشوف شنو عندك في جيمك او شنو قدام نو تشوف جيمك اذا داك الشيء اذا بقيت كنقول ان بلس انتيغرال 2 ما دير حتى حاجه بالنسبه لك انت عندك العمل الجماعي خصو التحديات كبيره بزاف ان كما شفتوا ديما تنجحوا ديما الحمد لله الدوري ديالنا نجح لا كاس المسيره ولا الماراثون ولا الدوري ديال 2019 ولا دابا الكاس كاس العصبه حنا خدينا واحد التجربه في هذا التنظيم ديال التنظيم ولكن كاينه عاوتاني واحد القضيه راه ما نساش واحد القضيه راه عندنا علاقات مع يعني تنقول لك خلي بغيت تشوف تندي واحد تكتسبوا خبره نسبه بحال دابا مثال بحال دابا بالنسبه للجمعيه ديال الترياتلون العرايش الترياتلون بورفا تمشيو نجلسوا معها تنجلسوا معها تنقولوا فوالا شنو عندنا باش تنصحونا شنو نديروا مع امجد الجبالي ولا مجد امهروق اليوم رئيس جمعيه ديال الترياتلون بطبيعه الحال الجمعيه ديال العرايش تفهم في الطاوله تقول فوالا شنو عندنا تقول فوالا شنو دير شنو دير الناس عندها تبارك الله عندنا واحد درايه في هذا العمل الجوي بزاف تنا نحاولوا غير يعطونا غير المساعدات غير المساعدات ديال الافكار كيفاش بدا كيفاش فهمتي يا صاحب قدر دونك ماشي لابد يكون الدعم المادي راه تدعم الدعم المعنوي بارفوا تيكون احسن من الدعم المادي على سبيل المثال ملي يقول لك عندك سي يقول لك والله شنو باش تبدا باش تبدا تيسهل لك بزاف الماموريات يمكن حتى داك الشيء ديال كدير لهم واحد الحجم كبير ولكن تيبسطهم لك تيديك التبسيط تيحاول يبسطهم لك شنو هي الصعوبات اللي كتواجهوها دائما في كل تنظيم تظاهرات شنو هي الصعوبات اللي عندكم؟ اشوف لك السابقه نبقى نقولوا الماده نقولوا شويه يعني تنميلوا الماده بزاف نو هذا ما نقولش الماده المهم ما عندكش ما دير شغلك هذاك حنا ما تنديروه دونك تنحاولوا نديروا مستعد باش نوصلوا دابا اللي تيهمنا بزاف هو الارض نصاوبوا نشوفوا مع الجهه المعنيه هذا باش نديروا اتفاقيه صافي نشوفوا مع العماله ولا طبعا الجهه المسؤوله باش تعطونا واحد اللو كثيرة يكون تكوين كما تنقول لك بلاصه التكوين وحديديه هذوك كاين الطاقات هو خصو يخرج الطاقه ديالو في الكره الحديديه دونك حنا اللعابه ولا الجوان انا نشوفوا ان نشرب اولا غنحاول نجيو من جهه اخرى ما عنديش فلوس نقدر داك التلميذ ولا داك نمشي معاه نعاون بون نطيح
كاين الحمد لله على اساتذه ديال الرياضه غادي يعاونوا غادي هذا، ولكن كما قلت لك ما كاين دابا جوج دايرين مزوين البنيات والمرافق هي الاساس يعني بين الرياضيه يعني بين الرياضيه هي العراقيل الاساسيه اللي كيستخدم بها النادي باش يطور الممارسه ديالو. طبيعه الحال دابا انت سميتك دابا خاص يكون تظاهرات تصاوب التيران تصاوبوا ديروا تصاوبوا ديروا التراسات ديروا تستقيم شويه تدي اولا الوقت والفلوس. دونك ما كاينش انا كل عام نبقى نتراسي ان تيران ندير له الكرافات سبيسيال ندير له تكون باكتا هذا راه بزاف ديال المجهود. دونك الا كان عندي ان تيران مصاوب دونك غيساعد وتوفر له حتى جميع يعني المتطلبات ديالو من الاناره من النظافه من الحال ندير التريبيون ديالو بوركو با يكون تيران دون لي نور يكون اول تيران على الصعيد العصبه هنا في العرايش. الحمد لله كاين عندنا لان العرايش كاين فضاءات كبير حاج الشليو تبارك الله فضاء كان جاي لي كان عامر بعباد الله عامر علاش هذاك الطفل اللي التحتاني اللي كنا صرنا فيه هذاك يكون فضاء خاص كل واحد ليا تبي حنا كلشي تيصب المصلحه العامه ومصلحه المدينه لان ماشي مصلحه المدينه كما كنت عندينو مصلحه العامه وتاني الدري تتلهيك هذا باش شنو تدخلوا في عقله واحد الرياضه واحد الحلم باش يلقى القميص الوطني. بالاضافه للمرافق يعني تطوير الممارسه من الناحيه التقنيه متوفر مؤطرين كافيين والموارد البشريه لا شو شو من جهه الدوله اي ممارسه الموارد البشريه هي اللي غتنزل لك المشروع ديالنا. حنا من ناحيه التطوير وكشي الحمد لله كاين معنا متطوعين هنا في النادي يديروا داكشي كاين الحمد لله كاين الاخوان متطوعين يديروا ايدهم حتى شي اشكال. حنا تنقولوا الا كان عندنا واحد انتيغا يكون مثلا مصاوب مزيان مقاد غادي يساعدنا عم قندوق تقريبا كل شهر دوري حبي هنا في العريش كل شهر يكون احتكاك ديال الممارسه ديال اللاعبين الجينيور مع السينيور. دونك هما بقى كاين داك قوت الممارسه دونك طلع واحد النخبه ديال شويه المستوى ديالهم شويه طالع. اما دوك ديال الدوريات الحبي يعني كل شهر يكونوا مزيانين ابقار الدوريين السنوي طبيعي حنا يكون انا لعابه ديال المستوى وليت بلاد النادي ولاد مؤسسه العموميه هنا من العريش. انت كتشفتي واحد الطاقات اللي هي الحمد لله والتجربه عندنا هي كاينه دابا دابا هنا في العريش عندنا تجربه هي كاينه استخدمنا التجربه هنا في العريش دابا هما ديجا عندنا واحد الدراري هذا تبارك الله ما مستوى مزيان وديجا كما هي واحد السي كان يهضر معايا هنا البارح جا جاب طبيعي الحال من جميع الملاكيك واحد ليا وجاب واحد الدري تيلعب من با عنده عام هنا في النادي شافو قال لي السيدي يمشي مزيان السيدي عنده نيفو باك كما قلت لك شافو السيد قال لي هذا تبارك الله الدري غادي يوصل يمشي بعيد حيت الدري عنده لا فاسون حتى الشكل ديالو ولا فاسون باش يلعب حاجه بروفيسيونيل. الاجندا اللي عندكم هاد اللي باقا عندكم هاد السنه شنو هي الاجندا اللي غتشاركوا فيها؟ الاجندا ان شاء الله باقينا دابا الدوري دابا مفتوح دابا عندك خصنا واحد نخرجوا ابارتي من الحد الجاي خصنا نخرجوا الدوري ديال العصبه باش حنا نديروا لي بوان حيت راه شوف كما قلت لك راه النادي خاصو يكتسب اولا يكون التنظيم من جهه يربح النقط ديال الدوريات من جهه باش يمكن حتى هو يكون اول الانديه اللي من الترتيب الاوائل في المغرب من ناحيه النقط ان شاء الله باذن الله. نعم اذا باش يرفع من المستوى ديال التصنيف ديالو على مستوى الانديه دابا الصاد كيحتل هو المرتبه الاولى كاعتقد كاين الصاد المروكان كاين نادي تيفاس كاين النادي ديال جون لوكا كاين الاتحاد السبيطي ديال طنجه اتحاد طنجه السبيطي السيدي ديال طنجه هو تفضل لانه تيحتاج مرتبه من الاوائل بطبيعه الحال كاين بزاف ديال الانديه تيعتبروا طبعا كنا كاين عندهم دعم وعندهم بزاف الحوايج باش يبدا من هنا لان مدينه كبيره ماشي نعم. وانت كمتابع للممارسه ديال الكره الحديديه على مستوى العصبه الشمال الغربي كتشوف مستوى الانديه التطور ديالها يعني المشاركه ديالها سواء في المسابقات ولا شيء بالنسبه للشمال الغربي دابا راه كاين دابا بالنسبه للشمال الغربي كاين دابا مشاركه دابا كاين واحد شنو نقول لك كاين دابا العماده يمكن كاين واحد العماده كاين هكا واحد الاختلاف يكون مشاركه لابد تشارك كل حد اوبليغاتوري تشارك كل حد دونك الا شاركتي كل حد انا نعطيك مثال كاين 27 نادي باش تدخل في التصنيف ضروري خصك تشارك في جميع المسابقات كنظمها لا باش تشارك لا كيما تخرج لحد تشارك وانت ما خرجتيش اللي ما كاين حتى شي حاجه بحال هي قاصد عليك
حيت كاين خلي كاس وسد عليك، لا بالعكس خصك تخرج، خصك تخرج تشارك، تيطلب واحد المجهود اللي هو مادي، وكيخصك دابا تخرج تشارك معاهم باش تبرز راسك معاهم، ما يمكنش تجالس سد عليك وغادي لي بوان، غير ما يمكنش خصك تخرج. هذيك المشاركه راهي هي اللي خصك تبين تجيب النقط ديال النقط النادي. نعم، والنادي نادي لوكوس الكره الحديديه داخل في التصنيف، يعني التصنيف ديالو كيفاش متوقع؟ شنو نقول لك، نادي لوكوس الكره الحديديه من ناحيه النقاط نقول صراحه ما ماشي في المرسي الاولى، بالعكس كماك صالح، حيت ما عندناش شي لعابه اللي يعني واخا الفلوس تيشوف شي لعابه هنا تجيب اللعاب، خصك تطيه بريسينيات تشوف الاول وتطيه الشهر ديالو باش اللعاب يجيب لك الكبار. إذن الاستراتيجي ديال النادي هو الاعتماد على الفئات الصغرى باش يكون ابطال يعني في المستقبل، يعني عنده استراتيجيه طويله الامد. حنا بغينا يعني كانوا قبل الممارسين داخل النادي، وسبقكم حصلتوا على المراتب الاولى يعني في البطوله الوطنيه دي في الكاس العرش وكذا الاخر. إذن كيفاش علاش ما بقاوش كاين اللي مشى للصحراء، كاين اللي مشى كاين اللي ما بقاش يلعب معنا، مشى مشى للاصوات ديال اصوات الصحراء، سوس الصحراء مشاو تما. دابا انا استقدر عندنا واحد شنو هو استراتيجيه النادي هذه، ما بقاش نبقاو سدنا راسنا، بغينا ديك القاعده ديال لابيت تخرج المدارس، لكن طاقات كبيره في المدارس. اذا هذا هو اللي كنسولك على الاستراتيجيه، المخطط الاستراتيجي ديال النادي في المستقبل هو الاعتماد على الفئات الصغرى، يعني بيبينير، يعني الفئات بيبينير النادي ان شاء الله باش نحاولوا نكبروا توسعوا من القاعده ديال النادي ديال النادي ديال الممارسه، غنجيبوا من الفئات الصغرى بطبيعه الحال، ولا يعني باغي نقولوا الرهان، ولا هو تخنعوا مثلا الممارسين يعني بالمردوديه والاهميه لهذه الرياضه هذه، يعني كان حتى هي يعني يمكن تكون مستقبل بالنسبه للمدرسه. نعم ان شاء الله. دابا شوف دابا انا عندي واحد شنو نقول لك، كنت نسمع السيد الدوله ديال نيبه التامين العريش، وكنا خططنا ان شاء الله شهر جوج هذا في مارس ندير واحد اجتماع مصغر بالمفتش ديال الرياضه وسيره الرياضه، باش نحاولوا نديروا واحد الدوري اللي يكون دوري على الاقليم على ايش بصفه عام، على المدارس الاقليم على الاقليم على ايش، وطبيعه الحال كان يدخل في الرياضه المدرسيه والبطوله الاقليميه للرياضه المدرسيه. والسيد المندوب كان حب الفكره مزيان، وقال لك سيدي مرحبا بكم، بالعكس اي حاجه اي حاجه اللي فيها الرياضه ومزيان التمرين مرحبا، زعما الصراحه هي هذه، قال لك مرحبا نتعاونوا اونصومبل ونخدموا. دابا ان شاء الله عندنا واحد اللقاء مع مارس ان شاء الله في السنه الاولى مارس ونقولوا ما شاء الله، باش نحددوا فاش يكون هذاك الدوري على الصعيد الاقليمي على ايش كامله ديال السيف الاعداديات والثانويات، ونتمنوا على الله نكتشفوا يعني ممارسين جداد في لابيتونك، وكان واحد الرغبه باش يوصلوا، وكلشي قريب عند الله تعالى، ما بعيد الانسان خصو غير يعزم، واخا هو مشوار شويه شق، ولكن ما كاين مشكل، المصلحه العامه تترغم عليك باش دير ترغم عليك باش يمكن تكمل المشوار ديال الكره الحديديه هنا في على ايش كما قلت لك، من على الفئات ديال الصغرى باش تكون واحد لا كونتينيتي في المستقبل الاستمراري ديالنا ان شاء الله. نكون هنا غير واحد السبب، لا واش يعني البدايه ان شاء الله تكون احسن ان شاء الله باذن الله، وشكرا.